السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا مادة التحليل؟ أتمنى أنكم تكونوا يا رب كل خير وامتحاناتكم كويسة، ويعني enjoying your time. طيب، المحاضرة الماضية كنا بدأنا بال اللي هو قلنا الفيكتور انتيجرالز، والمحاضرتين عفوا اللي راحوا بلشنا بالفيكتور انتيجرالز، وكان اول واحد فيهم هو اللاين انتيجرالز، واللي قلنا عشان نشتغل عليه لازم اول شيء نطلع الديفرنشال لينث اللي بنشتغل عليه للباث، وبعدين نعمل الدوت برودكت وبعدين نكمل. وقلنا انه اللاين انتجريشن على كلوز باث سميناه اللي هو السيركوليشن، وبعدين بعد اللاين انتجرالز تعرفنا على السيرفيس انتجرالز، واللي هم بيكون عندي الشغل على دبل انتجرالز، يعني بنشتغل على ديفرنشال سيرفيس او ديفرنشال اريا. وقلنا انه السيرفيس انتجرال يمثل لي الفلكس اوف ا فيكتور فيلد ثرو ا سيرفيس certain surface. واخر شيء ذكرنا انه الانتجريت السيرفيس انتجرال على كلوزد سيرفيس سميناه اللي هو النت اوتورد فلكس اوف اي ثرو السيرفيس اس. كانت هاي الامور، وايضا تعرفنا على وقلنا تعرفنا على الفوليوم انتجرال اللي هو فيه بنستخدم تريبل انتجرالز، و الانتجريشن بيكون على ديفرنشال فوليوم باحد الكوردينيت سيستمز اللي تعلمناها. هلا نيجي في سكشن 3.4، بدنا نتعرف على الديل اوبريتور، وهي اوبريتور يعني ديفرنشيشن اوبريتور. الديل اوبريتور هي فعليا ديفرنشيشن اوبريتور، و الرمز تبعها هو تراينجل معكوس مثلث معكوس زي هيك، واسم الشكل تبعها اذا السيمبل تبعها هو مثلث معكوس، و we read it or we call it the del operator. So the del operator هي بتمثل لي يعني operator for vector differentiation. اوكي، نستخدمها عشان نعمل ال vector differentiation. طبعا الديل اوبريتور او كمان لها اسم ثاني الفيكتور ديفرنشال اوبريتور. الديل اوبريتور رح نتعرف عليها باربعه ابلكيشنز في هذا الشابتر. رح نبدا بالفيرست ابلكيشن اللي هو الجريدينت اوف سكيلر. اوكي، جريدينت اوف سكيلر فيلد، فعندنا هون سكيلر فيلد في نعمل له ديفرنشيشن بواسطة الديل اوبريتور بهذا الشكل، وهذا بيكون هيك لما استخدم هذا الريبريزنتيشن بيكون اسمه ديل اوف في. والاذر ابلكيشنز راح نتعرف عليهم لاحقا ان شاء الله، اللي هم نمبر 2 وي هاف ذا دايفرجنس اوف ا فيكتور فيلد، نمبر 3 وي هاف ذا كيرل اوف ا فيكتور فيلد، اند نمبر 4 وي هاف ذا لابلاسيان اوف ا سكيلر فيلد. اوكي، نبدا بالابلكيشن نمبر 1 اللي هو جريدينت اوف سكيلر فيلد. وقبل ما ناخذ الابلكيشن اللي هو الجريدينت، خلينا نتعرف على هاو تو رايت الديل اوبريتور ان ذا 3 كوردينيت سيستمز اللي مرينا عليهم. ف نمبر 1 وي هاف اللي هو الكارتيسيان سيستم. في الكارتيسيان سيستم وي هاف ذا ديل اوبريتور as we see it is equal to partial by partial x along the x direction plus partial by partial y along the y direction plus partial by partial z along the z direction. الديل اوبريتور في cylindrical coordinates is written as we see here, and partial by partial rho along the rho direction plus one divided by rho times the partial by partial phi along the phi direction plus partial by partial z along the z direction. طبعا ديل اوبريتور هي عباره عن فيكتور، يعني بالنهايه بنلاحظ انه في عندنا اليونت فيكتورز موجودين، فهي فيكتور.
ونمبر 3 ديل اوبريتور في السفيريكال كوردينيتس اللي هي partial by partial r along r direction plus 1 divided by r times partial by partial theta along theta direction. And number 3 we have اللي هي 1 divided by r sine theta times partial by partial phi along phi direction. إذن هذا بالنسبة للrepresentation تبع الـ operator in the three coordinate systems. هلا نيجي للـ first application of the del operator اللي هو الـ gradient of a scalar. فإذا عندي scalar field V هو scalar quantity بدي أعمل له differentiation بالـ del operator. بصير عندنا differentiation لهذا scalar field بصير اسمه gradient, gradient of V. وهذا gradient of V هو فعليا بيمثل لي نفس الphysical meaning للمشتقة في بعد واحد, هون بيمثل لي نفس يعني الـ significance للdifferentiation but in three dimensions. فهو بيمثل لي magnitude and the, يعني gradient of a scalar represents the magnitude and the direction of the maximum space rate of change or of increase لل scalar quantity V. ماشي, فال V بيكون فيها عندي multi variables, بيكون فيها الاكس والواي والزي, فنشوف الديفرنشيشن along الاكس دايركشن والديفرنشيشن along الواي دايركشن and along الزي دايركشن. فهي الفيزيكال مينينج للجريدينت اوف في, هي الماكسيمم ريت اوف انكريس ان ذا 3 دي سبيس. نيجي للجريدينت اوف في, قلنا الفي هي سكيلر كوانتيتي والديفرنشيشن هون او الديل اوبريتور هي عباره عن فيكتور كوانتيتي. فاحنا برودكت برودكت عادي يمثل لي الاوتبوت او الريزلت بتكون عباره عن فيكتور كوانتيتي. ماشي, فالجريدينت اوف في كيف بنمثله؟ فيعني الفي اللي نفترض انها يعني بنخليها بدلالتها, فبصير عندي الجريدينت اوف في هو partial by partial x of v along the x direction plus partial by partial y of v along the y direction plus partial v by partial z along the z direction. This is in the this يعني representation is in the Cartesian system. وعندنا برضو بال gradient in the cylindrical system is given as follows, and we have it in the spherical system as well. نيجي لل properties of the gradient of a scalar. الجريدينت يعني عنده البروبرتيز نفس البروبرتيز اللي احنا بنعرفهم من ايام المدرسه بالنسبه للديفرنشيشن. فعندي الديفرنشيشن او الجريدينت اوف ذا سميشن اوف تو فيلدز سكيلر فيلدز از ايكوال تو اللي هو بنوزع الديفرنشيشن على الفيلدز, فبصير اللي هو الديفرنشيشن الجريدينت اوف يو بلس الجريدينت اوف في. عندي برضو gradient of u times v is equal to the gradient of u أو خلينا نقول أول شيء is equal to v times the gradient of u plus u times the gradient of v. برضو عنا gradient of يعني ratio of two fields, gradient of v divided by u is equal to what? Is equal to u times gradient of V minus V times gradient of U divided by U squared. زي ما هو مبين عندنا هون. وعندنا gradient of V raised to the power N is equal to N times اللي هو gradient of 10 عفوا is equal to N times V to the power N minus 1 times the gradient of V. Okay. فهي نفس المبادئ تبعون الديريفاتيفز اللي كنا نتعامل معهم سابقا. عندي هون طبعا الـ U and V are scalars and الـ N in the power here is an integer number. طيب نيجي على نحل هذا الـ example. الإكزامبل بيقول لي يا شباب إنه
then okay. الإكزامبل عنده بيقول لي find the gradient of the following scalar fields. So we have some given scalar fields and we're required to find the gradient of these fields. We start with the first field اللي هو part A and we want to find the اللي هو ال gradient of that field. خلينا let's get to the whiteboard and then we start with part A then and the A. V is equal to what? E minus e to the power minus z times sine 2x times what? Times cosh y. Cosh y, okay? But we want to find the gradient of v, okay? يعني طيب, step number one is to know which coordinate we're working in. We're working in اللي هو Cartesian system, فبالتالي we need to define the gradient, our del operator in the Cartesian system. فهي it's equal to partial by partial x, along the x direction plus partial by partial y along the y direction plus partial by partial z along the z direction. Okay, hella the gradient of v is equal to what? قلنا إنه partial by partial x of v along the x direction plus partial by partial y of v along the y direction plus partial by partial z of v along the z direction. نيجي هون عندنا الجزء الأول هو partial by partial x of v. We يعني بيجي هون عند ال v and we derive with respect to x ماشي. The other variables will be considered constants. Okay, so when we derive this thing with respect to x, what do we have? We will be having اللي هو 2 cosine 2x مضبوط times e minus z والكوش y هذول بيضلوا زي ما هم. Okay, along which direction? Along the x direction. Plus هلا we will derive v with respect to y. Okay, فعنا وين ال y عنا في الكوش فال derivative للكوش شو بتساوي؟ بتساوي sinh. Okay, فهي sinh y وال e to power minus z بتضلها زي ما هي and sine 2x بتضلها زي ما هي as well. ال part الثالث طبعا along the y direction of course. ال part الثالث ايش هو؟ We derive with respect to z فال x and y will be considered constants يعني with respect لا ايش ال للz فبصير عندنا ال derivative of e minus z is equal to minus 1 times e to minus z sine اللي هو 2x times cos y طبعا along which direction along z direction. اوكي فاذا هاي ال gradient of v along each coordinate axis في Cartesian system. طيب, this is regarding part A. Now we go to part B and see what the vector is.
طيب part B أعطيني إيش ال U. ال U is equal كان نشاط بعدها ال U is equal to rho squared z cosine 2 phi. okay فحلو على الوايت بورد مرة ثانية. نفتح صفحة جديدة. فعنا this is part B and V is given by what? Given by rho squared z cosine 2 phi. Okay. فالstep number one قلنا إيش إنه to define the del operator in the cylindrical system. طبعا واضح هون إنه إحنا في عنا z وفي عنا rho وفي عنا phi معناته we are يعني the vector is represented in the cylindrical system. ف we have to define ال del operator in the cylindrical system واللي هي بتساوي ايش partial by partial rho along rho direction plus 1 divided by rho partial by partial phi along ال phi direction plus partial by partial z along z direction. okay هلا بعد ما عرفنا ال del operator in the cylindrical system we just need to multiply the del operator with the scalar field v. فايش بصير عندنا هون ال the gradient of v is equal to what is equal to partial v by partial rho along the rho direction plus 1 divided by rho partial v by partial phi along the phi direction plus اللي هو partial v by partial z along the z direction. okay now the first term we need to derive v with respect to rho so the z and the phi will be considered constants so ايش بصير عندنا 2 rho z cosine 2 phi along the rho direction plus part 2 of term number 2 we will derive with respect to the to phi so z and rho will be considered constants so what do we have here we have rho we will be having minus 2 sine 2 phi ماشي times rho squared z okay along which direction of course along the phi direction and part three is the derivative with respect to z which is equal to rho squared cosine اللي هو rho squared cosine which cosine 2 phi along the z direction. okay إذا هذا بالنسبة لل gradient in the cylindrical system and now we get to part C of this example. Part C it gives me W is equal to 10 R sine squared theta cosine phi. okay طيب Let's get to the whiteboard again and do this part. Okay. Part C here. Then I have W is equal to what? W is equal to 10 R sine squared. 10 R sine squared of theta. Sine squared of theta cosine phi. cosine phi. طيب طبعا واضح انه we are dealing with the يعني field in the spherical system. وبالتالي this is the spherical system. وبالتالي we have to define
فديل operator in the spherical system واللي هو partial by partial r along the r direction plus 1 divided by r partial by partial theta along the theta direction plus اللي هو 1 divided by r sine theta partial by partial phi along the phi direction. Okay. فعشان نعمل gradient of w, شو بنعمل؟ gradient of w is equal to what? First term we need to derive with respect to r. So theta and phi will be constants. So عندنا we have 10 sine squared theta cosine phi along which direction? Of course, along the r direction. Plus now we divide by r and then partial by partial theta. So theta is the variable here and we and r r and phi will be constants. So let's derive theta by serenely 2 cosine theta ماشي times h 10 r cosine phi along which direction, of course along the theta direction plus the part itself we derive with respect to phi فبتصير عنا اللي هي minus 10 r sine squared theta sine phi a sub phi. Okay. فإذا هذا بالنسبة لهاي خلاص بنخليه زي ما هو. Okay, then هذا بالنسبة لل gradient of scalar fields in the three coordinate systems. Now we get back to the notes and see what we have. طيب عنا هون اللي هو في عنا طبعا في عنا exercise 3.3 page 68 في الكتاب كتاب صديقه يعني try it out يعني انتوا في البيت جربوا فيه وحلوه وشوفوا الفاينل انسر صح ولا لا. طيب عندنا another example here بيقول لي الاكزامبل given w scalar field which is equal to x squared y squared plus xyz مطلوب compute the gradient of w يعني رقم واحد we need to compute the gradient of w and then compute the direction directional derivative dw by dl in the direction of vector اللي هو 3ax plus 4ay plus 12az at the point اللي معطيني اياها. فهذا شوي يعني فيه اضافات عن الاكزامبل السابق ففيه اكسترا ستيبس عشان نحاول فيهم. فاول شيء اذا هو معطيني سكيلر فيلد بالكارتيزيان سيستم رقم واحد طالب مني اني اطلع الجريدينت للدبليو. فخلينا نروح على الوايت بورد ماشي ونشوف كيف بدنا نحل هذا الاكزامبل. اذا اول شيء عندنا دبليو is equal to what? Is equal to x squared y squared x squared y squared plus x y z ماشي plus x y z. Okay, this is the اللي هو scalar field اللي عندي. فبدي ايش اطلع؟ بدي اطلع الجريدينت اوف دبليو ماشي. الجريدينت اوف دبليو شو بتساوي يا شباب؟ بتساوي اول شيء وي نيد تو ديرايف وذ ريسبكت تو اكس ديرايف دبليو وذ ريسبكت تو اكس. فعندي اللي هو 2 اكس واي سكوير بلس واي زي هذا وين كله؟ along الاكس دايركشن اوكي بلس ايش؟ الترم الثاني وي نيد تو ديرايف وذ ريسبكت تو واي فبصير عندي 2 y x squared plus x z كل هذا وين along which direction of course along the y direction
والترم الثالث هو we need to derive the respect to z, فبصير عندنا اللي هو ايش xy along the z direction. اوكي okay. اذا هذا المطلوب الاول اللي هو طلعنا الجريدينت اوف w. هلا معطيني بوينت اوكي okay. معطيني بوينت معينه بدي اطلع الجريدينت اوف w at that point. gradient of w at the point ايش مع احداثيات البوينت طيب 2 minus 1 and 0 فايش بنعوض مكان x والy والz فبتصير عندنا the gradient of w is equal to what 4 ax minus عنا 4 ay plus ايش او minus 2 az مزبوط. اذا هذا الجريدينت لما عوضنا النقطة. المطلوب الثالث واللي هو يعني جديد علينا اللي هو directional derivative dw by dl. اذا directional derivative هاي المطلوب الثاني عوضنا البوينت. المطلوب نمبر 3 اللي هو الدايركشنال ديريفاتيف دايركشنال ديريفاتيف اللي هي دي دبليو باي دي ال ماشي along يعني along اللي هو the direction of in the direction of the vector اللي هو 3 a sub x 3 a sub x plus 4 a sub y plus 12 az okay بدنا نعرف شو معنى هذا الاشي الدايركشنال ديريفاتيف along اللي هو along الفيكتور اللي معطيني اياه اللي هو 3x plus 4y plus 12az. المقصود فيها انه احنا اشتقينا الجريدينت اوف دبليو قلنا هو عباره عن ديريفاتيف بس هاي الديريفاتيف يعني ال شو الكومبوننت اللي منها اللي بيكون in the direction of this vector. اوكي اذا directional derivative فيها جزئين derivative اللي هي بتمثل لي الجريدينت of w بس هم بدهم الجريدينت of w مش كامل بدهم فقط الجزء اللي هو in the direction of الفيكتور اللي هم معطيني اياه فهي كيف بنحلها بنجيب الderivative اللي هي الجريدينت of w بدنا نعرف الكومبوننت اللي منها اللي بروح دايركشنال مع الفيكتور اللي معطيني اياه فهي عشان نسويها شو بنساوي معناته بنساوي بالضبط بنساوي دوت برودكت فبنساوي دوت برودكت اوف ذا جريدينت اوف دبليو دوت برودكت بين الجريدينت اوف دبليو مع الفيكتور اللي معطيني اياه اللي هو هذا هو فهيك بنطلع دايركشنال ديريفاتيف اوف دبليو in the direction of any vector they give us, okay, plus 12 az. هذا dot product بينهم. وعند ال point وبدهم إياه عند ال point اللي هو معطيني إياها at the point اللي هي 2 minus 1 and 0. فإحنا بهاي الحالة نقدر أول إشي نطلع ال gradient بدون ما نعوض ال point. طلع لي جريدينت بدلاله الاكس والواي والزي ونعمل له دوت برودكت مع الفيكتور هذا وبعدين نعوض البوينت او اسهل الطريقه الاسهل والاسرع هو انه نعوض البوينت في الجريدينت بعدين نعمل الدوت برودكت فهون هاي ايش بتصير بتساوي
اللي هو ال 4ax minus 4ay minus 2ac. نعمل له dot product with what? With اللي هي 3ax plus 4ay plus 12ag. ماشي؟ فإيش بطلع هون؟ بطلع عنا 12 ناقص 16 ناقص 24، وهذا إيش بيساوي؟ ناقص 38، مظبوط؟ إذن هذا هو الفاينل أنسر. إذن الدايركشنال ديريفاتيف باتجاه، اذا الجزء من الجريدينت اوف دبليو، الجزء اللي رايح باتجاه هذا الفيكتور هو مقداره ماينس 38. اوكي اوكي طبعا في شغله اوكي كيف خربطنا بالحسابات هون. اوكي انه 4 ناقص 8 ناقص 2 يعني مخربطين معناته سموير. خلينا نرجع على الوايت بورد نشوف وين الخربطه. طيب نرجع هون مره ثانيه، البوينت 2 ناقص 1 و0. اوكي نعوضها بالجريدينت هون، 2 في 2 4 4 زائد ناقص 2 ناقص 2 في 4 هو ناقص 8 يا شباب، هو مش ناقص 4 هو ناقص 8. وعندنا آخر إشي اللي هو XZ XY عفوا هي ناقص 2، هاي مزبوطة. فبتصير عندنا هاي الجريدينت، بعدين هون بدنا نظبطها هون ناقص 8، فبتصير عندنا ناقص 8 في 4 اللي هي ناقص 32. فهون عندنا minus 32 minus 32 minus 32. اوكي هون شو بيصير الجواب؟ minus 44 بصير الجواب minus 44. minus 44. هلا قلنا directional derivative، احنا بدنا نشوف ال component من ال gradient، component من gradient of w along هذا الفيكتور. بس احنا في شغله نسيناها، نسينا نقسم على magnitude of the vector. احنا بدنا بس نشوف اتجاه، فاحنا يعني زي نفس مبدا الموضوع اللي اخذناه في chapter 1 اللي هو الكومبوننت اوف ا فيكتور along another vector. فاحنا هون الكومبوننت اوف ذا جريدينت along this vector، فهون في هاي الحاله اجباري اني اقسم على الماجنيتيود اوف this vector to make it a unit vector. فهون بصير عندنا 9 plus 16 plus 244 ماشي تحت الجذر. فبصير عندنا هون اللي هو square root of 69 square root of 269. اوكي طب بصير هذا بنقسم على square root of 269 وهذا بنقسمه على اللي هو square root of 269. اوكي فبصير عندنا هون اللي هو الدايركشنال ديريفاتيف اوف ذا جريدينت along the given vector، طبعا اللي هي square root of 269 اللي هو ايش 13. فبتصير عندنا الفاينل انسر is equal to minus 44 divided by what divided by 13. اوكي إذا هذا بالنسبة للإكزامبل. طبعا هذا الإكزامبل كثير كويس، الأفكار فيه يعني شاملة.
فبتمنى يا شباب انه تكونوا يعني تحضروا المحاضرة، تفهموا الموضوع الجريدينت والديل اوبريتور، وتحلوا الاكزامبلز لحالكم، ويعني على اساس نتناقش انه يوم الاحد اذا عندكم اي استفسار نكون احنا نتناقش فيه قبل ما نكمل المواضيع اللي الثانيه. وهيك بيكون كملنا محاضرتي اليوم يا شباب، وبتمنى لكم ان شاء الله عطله نهايه اسبوع سعيده، ويعني يعني تستفيدوا منها، يعني تستغلوها في الدراسه للامتحانات، ويعني تنظموا وقتكم فيها ان شاء الله. وبنشوفكم يوم الاحد. السلام عليكم.